ठीक है आओ मेरे पास مع فداءة السعادة سباق ابتداء من 10,000 درهم وكتهديكم كوزينة مجهزة حياكم الله مشاهدي قناة شوف تيفي واهلا بكم إلى حصاد اليوم والبداية بالعناوين جولة عمل إفريقية للملك محمد السادس بصحبة وفد وزاري هام الجيش الجزائري من جديد يعود إلى استعمال الرصاص ضد المغاربة هذه المرة على الحدود الجنوبية الشرقية كتائب مسلحة تتمركز خارج العاصمة الليبية طرابلس تمهل المؤتمر الوطني 5 ساعات لتسليم السلطة للشعب عدد القتلى بسبب حوادث السير في المغرب تراجع بنسبة 8% حسب الوزير نجيب بوليف إلى التفاصيل غادر الملك محمد السادس المغرب بعد ظهر اليوم الثلاثاء متوجها إلى باماكو في زيارة رسمية لجمهورية مالي المحطة الأولى من الجولة الإفريقية التي ستقوده أيضا إلى كل من الكوت ديفوار وغينيا كوناكاري والغابون ويرافق الملك خلال هذه الزيارة وفد هام يضم على الخصوص مستشاريها الطيب الفاسي الفهري وفؤاد علي الهمة كما يضم الوفد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز رباح ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ملي حفيظ العالمي وزير الصحة الحسين الوردي وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة وزير السياحة الحسن حداد وكذا يوسف العمراني مكلف بمهمة بالديوان الملكي بعد أقل من أسبوع على إطلاق أعيرة نارية على دوار شراكة التابع لجماعة بني خالد على بعد 8 كيلومترات من المركز الحضري بني أضرار وقبلها بأيام إصابة مواطن مغربي برصاصة على مستوى بطنه عاد الجيش الجزائري من جديد إلى استعمال الرصاص ضد المغاربة وهذه المرة على الحدود الجنوبية الشرقية حيث كشف بلاغ لوزارة الداخلية أن عناصر الجيش الجزائري قامت زوال أمس في حدود الساعة 1:45 بإطلاق أعيرة نارية على مركز المراقبة المسمى أيد جرمان بمدينة فيجيج وأضاف البلاغ الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أن رصاصتين اخترقتا جدار هذا المركز الحدودي ولم يشر البلاغ إلى وجود إصابات في صفوف الجنود المغاربة أو المواطنين من جانبه أجرى سفير المغرب بالجزائر اتصالات مع السلطات الجزائرية المختصة عبر فيها عن أسفه لهذا الحادث وطالب بتوضيح ظروف وملابسات هذا الحادث أعلن ميخيل أرياس كانيتي وزير الفلاحة والبيئة الإسبانية على أن قوارب الصيد الإسبانية ستعود إلى السواحل المغربية منتصف شهر مارس القادم بعد أن تمت المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بشكل نهائي من قبل البرلمان المغربي وقال وزير الفلاحة الإسباني في تصريح لوكالة إيفي الإسبانية بأنه على الصيادين الإسبان الاطمئنان لأن موعد العودة للصيد في السواحل المغربية قد اقترب ولم يبقى سوى أقل من شهر وبأن حكومتي البلدين تعملان على قدم وساق من أجل البدء في تنفيذ مضامين اتفاق الصيد البحري وأضاف وزير الفلاحة الإسباني وزارة الفلاحة في البلدين تعكف على الانتهاء من الإجراءات الإدارية وخاصة منح التراخيص للسفن الإسبانية التي استفادت من هذه الاتفاقية إلى الخبر الدولي أفادت مصادر إعلامية دولية أن كتائب مسلحة تتمركز خارج العاصمة الليبية طرابلس أمهلت المؤتمر الوطني العام 5 ساعات لتسليم السلطة للشعب وقد رفض المؤتمر إثر جلسة طارئة هذه المهلة باعتبارها تهديدا للشرعية كما أصدر أوامره لرئاسة الأركان بالتصدي لأي محاولة للتقدم باتجاه مقره وكانت قناة تلفزيونية محلية بثت تسجيلا مصورا ظهر فيه قادة بعض الكتائب المتمركزة قرب مطار طرابلس الدولي جنوب غرب المدينة وهم يتلون بيانا ينذر فيه المؤتمر بضرورة تسليم السلطة دون أن يحددوا بوضوح كيف يمكن أن يتم ذلك وتأتي هذه التطورات بعد يوم من توافق الكتل السياسية في المؤتمر على انتخابات مبكرة في خطوة تلبي تطلعات الرافدين لتمديد ولاية المؤتمر حتى نهاية العام الحالي
أظهرت المعطيات التي كشف عنها نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الثلاثاء في الرباط بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، إلى أن عدد القتلى بسبب حوادث السير قد تراجع بنسبة 8%، وعدد المصابين بجروح انخفض هو الآخر بنسبة 7% خلال سنة 2013 مقارنة مع السنوات الماضية. من الرباط، حنان حارث ومحمد الواحي والمتابعة. تدبير الخطر الطرقي داخل المقاولات موضوع نقاش طرح صباح اليوم في ندوة صحفية في العاصمة الرباط. من خلال هذا النشاط هو أنه تكون المقاولة كذلك مدخل من مداخل الإصلاح ومدخل من مداخل تحسين شروط السلامة الطرقية في بلادنا، لأنه حينما تكون لدينا مقاولة تعتني بحظيرتها وتعتني لها سياسة يعني ديال تتبع ديال الخطر الطرقي داخل المقاولة، سواء تجاه خاصة تجاه كل العاملين داخل المقاولة، ممكن أن تساهم من موقعها في تحسين شروط السلامة الطرقية في بلادنا. تحسيس مستخدمي المقاولات المشتغلة في قطاع النقل يأتي في إطار ارتفاع وتيرة تنقلاتهم، لهذا فتحسين السلامة الطرقية داخلها ساهم وبلا شك في انخفاض حوادث السير. واحد العدد اللي هو في حدود 3700، بمعنى اننا قلصنا هذا العدد قياسا 2012 بحوالي 8 إلى 7-8%، وهذا التقليص هو نتيجه الجهود المتضافره ديال جميع الفاعلين ديال جميع المهنيين، ولكن ايضا جميع الفاعلين المؤسساتيين اللي تشتغلوا معنا على هذا الملف. الان حنا خصنا هذا الانخفاض يبقى دائم ومستمر، وانه خلال السنوات المقبله ايضا نبقاو غاديين فيه، وهذا يتطلب منا اساسا الاشتغال مع مكونات المجتمع المدني، الاشتغال على تغيير السلوك ديال السائق. انخراط الفاعلين المؤسساتيين في السلامة الطرقية يشكل دفعة قوية في مجال التخفيف من وطأة حوادث السير. تخفيض لحوادث السير هو رهين بمدى التزام ومدى انخراط المجتمع الوطني، المجتمع المغربي، وخاص بمختلف مكوناته، سواء الفاعلين المؤسساتيين من الإدارات وكل القطاعات المعنية، هناك كذلك الجانب كل ما عنده علاقة بالمهنيين، وفي هذا الإطار كيدخل تنظيم هذا اللقاء. قطاعات النقل الطرقي تعرف دينامية ونموا كبيرين أكثر من القطاعات الصناعية الأخرى، تجعل المستخدمين أكثر عرضة لحوادث السير، ما يفرض وضع سياسة قوية في مجال الوقاية والسلامة الطرقية. أكثر من 3000 قتيل تسجل كل سنة في المغرب بسبب حوادث السير. الأرقام الرسمية التي صدرت مؤخرا أظهرت انخفاضا وتراجع نسبي في هذه الأرقام، انخفاض ساهم فيه بشكل فعال المجتمع المدني من خلال تنظيمه لمجموعة من الحملات التحسيسية والإشعاعية في صفوف المواطنين. ربورتاج في الموضوع من إعداد حنان حارث ومحمد الواحي. هي حرب تقتل أزيد من 3000 مغربي كل سنة وتخلف آلاف المآسي الأسرية والاجتماعية. مصطفى حجي رئيس جمعية السلامة الطرقية تنمية وثقافة يعطي بعض الأرقام. وأهم الإحصائيات اللي احتفظ بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أو وزارة النقل والتجهيز مع المجتمع المدني هو أننا ربحنا 300 نفس. فذاك اللوغو اللي كتلقاو دابا وكتلقى 300 زائد وفيها شخص، بمعنى ان حوادث السير خصوصا عدد القتلى اللي كان ديال السنه الفارطه مع هذه السنه هذه كان بواحد النقص ديال 300 شخص. الا كنا شاهدنا 4000 قتيل فهاد السنه كان اقل من 4000 قتيل باكثر من 300 شخص. كان نقص حتى في عدد الحوادث المميته، حتى هي كان بواحد النسبه كثيره تقريبا واحد 8%. عندنا 12% ديال الحوادث ديال المصابون بالجروح بالغه كان نقص ديال تقريبا واحد 12%. كثره الحوادث الظاهره تتفاقم يوما بعد يوم واسبابها عديده. مؤخرا ولينا كنشوفوا حوادث السير بشكل اللي هو غير ملفت للنظر، والسبب كان هناك اسباب كثيره. الكل كيقول ان البنيه التحتيه، ولكن الناس ما عندهمش مسؤوليه، الكل كيلوح المسؤوليه لواحد اخر. من اسباب حوادث السير عدم احترام قوانين السير لا بالنسبه للكبار والصغار، عدم وجود التوعيه داخل المؤسسات التعليميه، وحتى بالنسبه للناس ما كيحترموش قوانين السير. ومع كل مناسبة تظهر حملات تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق للحد من حرب الطرق،
علنا نصل إلى نتائج حاسمة ننهي معها دوامة القتل اليومي. خصنا نعترفوا باللي هذا راه مشكل وظاهرة عندنا، وخصنا نحاولوا نوضعوا لها حد. إذا من بين هذا الشيء أنه ما كنتعاقبش الراجلين، ديما اللي كيتعاقب هو السائق. حرب الطرق هي الحرب التي تتطلب منا تكاتف الجهود لتخفيف وطأتها، وذلك لن يتأتى إلا باحترام قانون السير. رياضيا، ربح نادي الفتح الرباطي حكما من لجنة المصادقة عن نتائج المباريات التابعة لاتحاد الكرة المغربي، وذلك بعد اعتراض تقدم به أمام منافسه خريبكا في لقاء عن الجولة العاشرة بسبب إشراك الأخير لأربعة لاعبين أجانب. ومنحت اللجنة نقطتين إضافيتين للفتح، رفعت رصيده إلى 32 نقطة مع اعتباره فائزا بثلاثية نظيفة، وحكمت على خريبكا بخسارة المباراة، وليتقلص رصيده إلى 16 نقطة وخسارته بثلاثية نظيفة. نهاية الحصاد في أمان الله.